ما اسمريم اسمي مجدان. بقول لك ايه، كن دي مثل زيك، احنا عايزين فلوسنا دلوقتي ولا ايه؟ ولا جدع يا جدع يا ما تلم الحاجه بتاعتك يلا. الم ازاي ايه يا عم وانا كلب؟ الم ايه بقى انت فولي يا فوزي؟ انزح معاك انزح معاك. أول واحدة بتلعب ماري، تراضي على الحكي ولا لا؟ لا 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 ما تبغى ايش السالفة؟ ترى مرضى عليه بس تمرت العينية خلاص. يعني أنا الحين أنطرك ترضى ولا ما ترضى؟ أكبر طوفة في البيت طق راسك فيها وتخلط على ريلي المستقبلات. لا 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 انت هتمنعني عن مراتي؟ شوف ونستا أنا والله العظيم أنا آسف أنا آسف، أنا ما أعرفش أنا عملت كده إزاي. أرجوك يا زياد خليها تسامحني، قول لها كمان إن طليقها طليقي جالي على فكرة، جالي وقال لي إنك رحتي له وسألتيه إذا كان لسه بيحبك ولا لأ. This is not an excuse. صح، أنت صح، أنا ما عنديش أي أعذار أبداً، أنت صح، بس هي كل الحكاية إن الشيطان اتملك مني وما بقتش شايف أي حاجة قدامي. أنا لا يمكن كنت هأذيها، مستحيل أذيك يا هلا. حقيقي سعد مش هدي مستقبلك ازاي؟ وبص علاقتك بمحمود اللي هو وانت ملاحظ ان الدنيا بايظه خالص ولا انت ملصم ولا انت مش ما عندكش فكره؟ انا بقى الفكره بحس ان انا فاهم انت بتعمل ده ليه، انت بتعمله عن حب بس غلط. يعني انا بحس ده معايا مثلا ومتفهميش غلط، انا بحبك قوي يا ياسر يعني بجد، بس طريقتك غلط وخنيقه وبتوتر الواحد وببساطه كده بلاش لازمه، بحس كده الدنيا ممكن تبقى الطف. يا سمير بيه حد يعمل كده في الخمرات يا موسى؟ مفاتيح الدكان يا وهب. اهي يا موسى اهي. الدكان ده بتاع المعلمة حلاوتهم مرتي، واللي على الارض ده اخوها بالي وبالو نسب، وهو ما احترموش عشان كده اتجل بيه، والراجل اللي اتجل بيه قدام دكانه يبقى انتهى زمانه.